الخير جميعا. اليوم اول شيء طبعا نتشرف وجود الست ماجدة في الرياض لاول مرة، وهذا شرف كبير واضافة كبيرة لنا احنا ان الست ماجدة موجودة في الرياض. الله يسلمك. يمكن حضرتك عم بتقيم شوي من بعيد، بس اللي بيقعد جوا يقدر يفرق بين الخط الوطني والخط السياسي. لا، مش كلهم بيتشابهوا ابدا. في اغاني الى ابعاد سياسيه لناس مؤمنين انه لازم تكون اغنيتهم هيك، وفي ناس مثلي انا مؤمنين من المؤمنين انه الفنان له دور تاني غير السياسي. الفنان عنده دور يجمع مطرح ما السياسي بتخرب، وانه لازم يكون صوت لكل الوطن، وبهالحال ما بتقدر تشمله الكل بالخلافات السياسية. تسلم. شكرا. لا تزال كلماتك ردانا في ديسمبر 2018 لما غنيت اول مره في المملكه العربيه السعوديه، تحديدا في العلم. انا كثير من المكان هذه اصعب حفله في حياتي. لذلك اليوم فشلت مسرح الفنان العرب محمد عبد، كيف ترمزين لك كموروث ثقافي بين الموسيقتين السعوديه والاردنيه؟ اول شيء هذا شرف لإلي كبير اني غني على مسرح بخص فنان من جله ومنحترمه ومنقدره تقدير عظيم. تاني شيء عندي شعور اني جاي على بيت اخوي واهل، وعندي فرح لانه يعني ابتدينا من مطرح بالعلاقه مع المملكه من العلا. كانت هاي اول مره بزور المملكه. اليوم احساسي احساس بالقلب العامر بالفرح، ومناسبة لأنه نمسي عليكم ونقلكم بحبكم، وشكرا لدعوتكم. آخر سؤال، يلا آخر سؤال. السيدة ماجدة الرومي، قيمة وقامة اليوم أول سيارة لموسم اليوم وحفلات السعودية. نعم، شرفتي هذا اليوم. اليوم روح تقلبت الأحوال الجوية، الناس حاضرين متواجدين بانتظار ماجدة الرومي. اليوم تتخيل أنت بس هيدا عندي احساس بالفرح باني اسهر مع الناس وغني مع الناس ولاول مره زور هالمدينه الجميله الرائعه. صحيح ما صار لي شوف كثير اشياء فيها، بس اللي شفته امبارح كافي لاعرف اي اراده طيبه في وراها، اي تصميم في انه الإنسان المسؤولين اللي فيها يقدموا بسرعة فايقة لقدام، وربنا يكون معكم. الله يسلمك. رسالتي رسالة سلام ومحبة، رسالة لبنان الوديع، لبنان المسالم، لبنان الخير، لبنان الصيف اللي ناطركم كلكم بإذن الرب. إن شاء الله. أول شيء هذا شرف كبير أن الست ماجدة يعني إحنا نكون يعني عنصر في عملها. أكيد يشرفنا، ويا ريت إن
قدامكم كلهم، يا ريت نكون في اعمال مو عمل. على كل حال انا بتشكر هالآمي العربية الكبيرة اللي دايما ورا الاعمال الكبيرة والحلوة والمميزة، ونشكر الله عليه. شكرا على ثقته وعلى ثقتكم على محبتكم، يديم عسكم ان شاء الله. شكرا شكرا، مشكورين مشكورين. يا حبيبة قلبي تسلم. تسلم. أنا ما حضرت للمملكة عمل، المملكة لما بدي حضر لها بدي حط كل طاقتي وفكري وأهم الناس اللي بتكتب بلبنان لنكتب للي بليق فيها، بس بوعدك هيدا يصير لأنه نحن منحب المملكة كتير. شكرا شكرا.